حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطن وقطع الطريق على المضاربين، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبوني استيراد بصفة استثنائية المواد التي مستها المضاربة، لا سيما المواد الواسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء. هذا القرار اعتبره متتبع لشأن الاقتصادي إجراء استعجالي أملته الأوضاع الاقتصادية الراهنة بهدف التحكم في الأسعار. نقول أنه نثمن اتخاذ إجراء قرار سن قانون المضاربة، وكذلك اتخاذ إجراءات ردائية ضد المضاربين وضد ارتفاع الأسعار، لكن أعيد وأكرر أن الدولة الجزائرية دولة تتبع اقتصاد السوق، يعني دولة ترغب في أن يكون هناك من يحكم السوق والعرض والطلب ولا تتدخل في الأسعار، أما لأنه التدخل في الأسعار يكون هناك من مبادئ الدولة الاشتراكية، لذلك اتخذت الدولة آلية وهي إغراق السوق، يعني زيادة العرض حتى على حساب الطلب، مما يؤدي إلى تحديد سعر معقول بالنسبة للمواطنين. جمعية الأمان لحماية المستهلك أعابت هذا الإجراء الذي يدل على فشل الحكومة في ضبط السوق. الاستيراد الاستثنائي لبعض المواد الاستهلاكية اللي راهي عندها مشكل في السوق هذه الأيام، هو إذا دل على شيء يدل على أنه كاين فيه فشل في ضبط السوق نتاع هذه المواد وتوفيرها بأسعار معقولة، وأيضا يبين أنه اليوم الحكومة أو السلطات العمومية ما عندهاش خيار. جمعية الأمان ما تقبلش أنه اليوم السلطات ما تكونش عندها خيار، وخاصة لما تكون هذه المواد هي واسعة الاستهلاك ولكن غير ضرورية للمواطن أو لصحة المواطن. لماذا اليوم نلجأ إلى استيراد لحوم بيضاء في وقت وين أنه منعنا استيراد حتى بعض الأدوية ولا بعض الأجهزة اللي كانت تليقنا لتحسين ظروف المستهلك؟ اتخاذ آليات جديدة لقطع الطريق على المضاربين وسن قوانين ردعية باتت أمراً ضرورياً لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي أنهكه ارتفاع الأسعار.